السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم بتاريخ 26 أو 27 على ما أظن من شهر جوان سنة 2020. 26 من الشهر السادس 2020. ما أردت التحدث عنه اليوم في هذا الفيديو هو عن العسل. فمن خلال ما لاحظته في العديد من المناحل، سواء مناحلي أو مناحل الإخوة الزملاء النحالين، أنه بالنسبة لعسل الربيع يمكن القول أنه غير موجود بتاتا. عسل أزهار الربيع هناك القليل القليل جدا ممن قاموا بجني عسل الربيع، وهذا راجع طبعا للتقلبات الجوية التي حدثت في موسم جمع عسل الربيع. فما حدث أن الخلايا كانت قوية جدا، بعد ذلك تراجعت بشكل رهيب، خاصة في المناطق الجبلية. في المناطق الجبلية هذا العام كارثي بالنسبة للإخوة النحالين الذين يضعون نحلهم في المناطق الجبلية. أنا عندي منحل في منطقة جبلية، فالعسل إلى غاية البارحة غير موجود، هناك كمية قليلة جدا جدا في هلال العسل في الإطارات، يعني كمية حتى أنك لا ترغب في جنيها، كمية قليلة جدا. لكن في المراعي التي يوجد فيها أشجار الكاليتوس النحل نشط فيها كثيرا، فمن له مرعى الكاليتوس النحل يعني بدأ في جمع العسل بكمية كبيرة. ولما تفتح الخلية، مجرد أن تفتح على الخلية تجد العسل، أو تظهر الإطارات والنحل قاب بتبييضها. سأفتح معكم هذه الخلية، هذه الخلايا التي في هذه المنطقة توجد الكثير من أشجار الكاليتوس. سنفتح معا هذه الخلية وسنشاهد إن كان هناك عسل أم لا. فهذه الخلية مثلا لمدة طويلة ربما ما يقارب الشهر ولم أفتح عليها. سنفتح مع بعض هذه الخلية وسنرى إن كان هناك عسل أم لا. ما رأيته في هذه الآونة أن النحل حين تكون في المنحل لا يبالي بوجودك بتاتا، وهذا طبعا لانشغاله في جمع العسل. وللذكر وللمعلومة فقط، هذه الخلية بدون عاسلة، وقد أخذت منها 4 تقسيمات من قبل. هذه الخلية أخذت منها 4 تقسيمات. الإطارات تظهر بيضاء، وهذا يعني أن فيها عسل. سأقرب لكم الصورة حتى تكون واضحة. هذه الإطارات بيضاء، النحل قام بتبييضها وكذلك توسيعها، وهذا يدل على وجود العسل إن شاء الله. سأقوم بسحب الإطارات.
نسحب الإطارات واحد تلو الآخر. بسم الله، حتى الإطارات يعني ملتصقة كما ذكرت. في أكثر من شهر لم أفتح على هذه الخلية، والنحل قام بإلصاق هذه الإطارات بالبروبوليس. والمعذرة فقط على الإطالة، فأعرف أن الكثير من الإخوة المتابعين لا يحبون الإطالة في الفيديوهات. هذا الإطار كل ما فيه هو العسل، فكما تشاهدون خالي من الحضنة وحتى البيض واليرقات، فيه كمية لا بأس بها من العسل. لا أدري إن كان يظهر أم لا. ها هو الإطار، هذا بالنسبة لأول إطار أو الإطار الأول. الإطارات ملتصقة وصعب جدا إخراجها باليد. ما شاء الله، هذا إطار ثقيل جدا. اللهم بارك وزيد. هذا كله عسل، فكما تشاهدون مليء بالعسل. والنحل بدأ بالتختيم، ها هو التختيم كما تشاهدون. ما شاء الله، هذا إطار يعني مفرح حتى من الجهة الثانية. ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. كما تشاهدون كله عسل، مليء بالعسل. هذا الإطار الإطار الثاني كما ذكرت، كما لاحظتم معي أنه مليء بالعسل. حتى هذا الإطار ثقيل وملتصق، هذا فيه كمية معتبرة من الحضنة وكذلك كمية من العسل، عسل مختم. سأقرب لكم الصورة كي تشاهدون. كما تشاهدون هناك كمية لا بأس بها من العسل، ومن الجهة الثانية كذلك هناك عسل، هلال العسل، وفيه كمية معتبرة كذلك من الحضن. هذا الإطار الثالث، يعني هذه الخلية إلى هنا جيد. سأقوم بسحب الإطارات من الجهة الأخرى، فأكيد في الوسط هناك الحضنة. فكما تعلمون النحل يبدأ بتخزين العسل من الجوانب، ثم يبدأ بالتضييق على الملكة، وتنقص الملكة في وطأ البيض. سأسحب الإطار الثاني من الجهة الثانية، كذلك ملتصق، صعب جدا إخراجه حتى أنني لم أحضر الأدوات. هذا الإطار الثاني من الجهة الثانية كذلك، تقريبا كله عسل وحبوب لقاح وتنعدم الحضن. حتى التختيم، حتى النحل بدأ بالتختيم كما تشاهدون من الجهة العلوية. النحل بدأ بالتختيم حتى هذا الإطار، ما شاء الله، يعني أقل شيء فيه حوالي
يعني أكثر من 1 كيلوغرام عسل. فهذا الإطار كذلك ما شاء الله إطار جميل جدا. سأقوم بسحب الإطار الثالث من الجهة الثانية كما ذكرت. هذا الإطار من الجهة العليا يعني يظهر جيد جدا كما تشاهدون ما شاء الله. والله إطار يثلج الصدر، شاهدوا حتى التختيم جيد كما تشاهدون. تقريبا هذا ثاني ايضا كله عسل وحبول لقاح، اطار جيد جدا يعني لم يبقى له الكثير، وسنقوم بفرزه ان شاء الله. يعني هذا الاطار يمكن فرزه، فكما تشاهدون تقريبا النصف مختم، النصف الثاني لم يقم النحل بتختيمه. سأضع هذا الإطار جانبا كي يسهل علي سحب إطار آخر. هذا ليس فيه الكثير، خفيف نوعا ما، هناك فقط هلال العسل والحضن كما تشاهد، لكن تبقى هذه الخلية ما شاء الله فيها كمية معتبرة من العسل، يعني أن هناك الكثير من الإخوة النحاليين من قال أنه لا يوجد عسل هذه السنة. وصحيح خاصة كما ذكرت في المناطق الجبلية، في المناطق الجبلية ليس هناك عسل، العسل قليل جدا جدا. وكما ذكرت هذه الخلية بدون عاسلة، وكذلك أخذت منها 4 طرود هذه السنة، يعني خلية تأخذ منها 4 طرود وتجمع العسل في ظل انعدام أو المرعى القليل جدا أو المرعى الضعيف، تبقى خلية جيدة جدا. خلية ما شاء الله، هناك عدة خلايا في هذه المنطقة في هذا المنحل. حسب ما أرى أنهم كلهم مثل هذه الخلية، فلمن له خلايا قوية لم تجمع العسل عليه باغتنام الفرصة والتقسيم من هذه الخلايا. يعني من غير معقول أن نترك العام يذهب بدون ما نغتنمه إلى أقصى درجة. لا يوجد عسل، نقوم بالتقسيم، نعوض من التقسيمات سواء نبيعها أو نتركها للعام القادم إن شاء الله، كما أفعل أنا هذه السنة. هذه السنة كما ذكرت هناك بعض الإخوة هذا العام كارثي بالنسبة له، حتى أنهم لم يغتنموا الفرصة ويجرون تقسيمات على الخلايا، فقط اعتمدوا على جمع العسل. وهذه السنة العسل في كثير من المناطق غير موجود بتاتا، حيث أن هناك من لا أمل له في جني العسل. فمن هنا نقول أن وضع النحل في منحل واحد يعتبر خطأ، يجب تقسيم النحل على عدة مناحل. ليس شرط أن تكون عندك الكثير من الخلايا،
تضع 5 خلايا في منطقة وخمسة في منطقة أخرى، يعني شيء جيد، لا نعتمد على منحل واحد فقط. في المناحل أو في المناطق التي توجد فيها الكاليتوس، النحل جمع العسل من هذه الأشجار، أشجار الكاليتوس أو ما يسمى أشجار الكينا في بعض المناطق. أما في المناطق الجبلية، خاصة في المناطق التي لا يوجد فيها الكاليتوس، ليس هناك أمل في جمع العسل. لذا سأقوم بالتقسيمات في هذه المناحل، المناحل الجبلية. سأغتنم الفرصة وسأقوم بتقسيمات وتجهيزها للعام القادم إن شاء الله، وبيعها كخلايا أم بعشر قطارات قوية. هناك طلب على خلايا العشر إطارات، خاصة مع بداية إزهار السدر. قبل أيام من إزهار السدر يكثر الطلب على الخلايا القوية التي على عشر إطارات، فمن الضروري كي تكون أو كي لا تعتمد على العسل فقط، يجب أن تقوم بالتقسيمات وإنتاج الطرود، سواء بيعها في الربيع أو تجهيزها لبيعها كخلايا أم في العام المقبل إن شاء الله. يجب لا نركز على العسل فقط، في حيثما إذا كان لم يكن هناك عسل، نغتنم الفرصة في بيع الطرود أو الخلايا الأم، ونقوم ولو بإرجاع القليل من المصاريف التي نقوم بصرفها، خاصة في فصل الشتاء. فكما تعلمون فصل الشتاء تكثر المصاريف على الخلايا، وكما شاهدتم يعني هناك أمل في جمع العسل، وإن شاء الله كما ذكرت أيام قليلة، وسأقوم بفرز هذه الإطارات وأرجعها للخلية. كذلك هناك أمل أن أجني مرة ثانية بعد حوالي شهرين من الآن، وإن لم يكن هناك جني سأقوم بدعم الطرود الصغيرة من الخلايا القوية التي كما ذكرت هي الآن العشر إطارات، مثل هذه الخلية التي أمامنا. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة دعما لنا. السلام عليكم.